عزي أهالي الضحايا الذين سقطوا اليوم في التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة الخارجية في طرابلس، ونسأل الله تعالى أن يتقبل القتلى في الشهداء وأن يشفي الجرحى. ثم أما بعد، فقبل أن تنقضي سنة 2018 تفجير ثالث يستهدف مرفقا حيويا آخر في العاصمة طرابلس مخلفا 3 قتلى وأكثر من 20 جريحا، فمن المسؤول عن تكرر هذه الهجمات الإرهابية الغادرة؟ ومن هو المستفيد من زعزعة أمن العاصمة طرابلس؟ تفجير الخارجية ومسؤولية الجهات الأمنية هو موضوع تغطيتنا لهذه الليلة، لكن بعد هذا التقرير. خمد دخان التفجير الإرهابي الآثم والغادر الذي استهدف وزارة الخارجية بعدما تسبب في مقتل 3 ضحايا من الموظفين وتسبب في إصابة عدد آخر. هذا التفجير ترك أسئلة عدة حول حقيقة هذه العمليات التي استهدفت العاصمة طرابلس لثالث مرة على التوالي في عام 2018 بعد المفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط، دون ما أن تكون هناك جهودا واضحة من الجهات المسؤولة لمنع تكرار هذا العمل، والذي أظهر حقيقة هشاشة الترتيبات الأمنية التي تتباهى بها الحكومة المقترحة والبعثة الأممية. وزير الداخلية فتحي بشاغة خرج أخيرا لوسائل الإعلام ليعلن أنه لا يوجد دعم مالي لوزارته وأن الفوضى الأمنية لا زالت كبيرة جدا. هناك فوضى أمنية تحتاج إلى إصلاح وتحتاج إلى تنظيف كبير. كما نفى بشاغة معرفتهم لهوية المهاجمين، لكنه أكد أنهم من ذوي البشرة السمراء. حقيقة ما زلت في أولها ولا نستطيع أن ندلي بتصريح دقيق جدا ما لم يكون هناك استفاء للدلائل، ويكون التحقيقات قد استكملت من جميع النواحي، ولكن الشواهد الأولية تقول أنهم 3 هذين من أصحاب البشرة الأفريقية، ليست بشرة داكنة وليست بشرة فاتحة، ويبقى تحديد هوية هذه المهاجمين لتحليلات الدي ان اي. كما تساءل عدد من المراقبين عن دور قوة حماية طرابلس والتي شكلت حديثا، وما مدى مسؤوليتها عن استهداف أحد المرافق المهمة التي تتولى حمايته، ولماذا لا يستعان بقوة مكافحة الإرهاب التابعة للبنيان المرصوص والتي جسدت نموذجا يحتذى به في مدينة سرت وبسطت الأمن في المدينة بعدما حررتها من ربقة الدواعش المجرمين. كما لا تزال التساؤلات حول تحقيقات تفجيري المفوضية العليا والمؤسسة الوطنية للنفط يتردد في أوساط كثير من الليبيين، خاصة وأن التفجير الثالث عملية مكررة لسابقيه. فهل سنشهد تغييرا حقيقيا في الأجهزة الأمنية التي تحمي مؤسسات الدولة، أم ستستمر الفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس؟ مرحبا بكم. إذن عنوان هذه التغطية تفجير الخارجية، من المسؤول؟ سيكون معي للحديث عن هذا الموضوع كل من دكتور عبر سكايب دكتور محمد فؤاد وهو محلل سياسي، والدكتور فرج دردور أيضا عبر سكايب وهو محلل سياسي كذلك، وسيكون معي أيضا عبر الهاتف العقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي. أبدأ معك دكتور فؤاد. الآن عمل إرهابي جديد في مرفق حيوي جديد، وقد سبق سبقته عمليتان إجراميتان في هذا العام، لكن لم نسمع عن نتائج التحقيق شيئا في العمليتين السابقتين. أليس هذا مدعاة للتساؤل دكتور؟ بسم الله، تحية لك والضيوف الكرام والمشاهدين. أولا طبعا نترحم على الشهداء، ندعو لهم بالشهادة اللي سقطوا اليوم أثر هذا العمل الجبان الحقيقة القادم. نعم. ندخل إلى الموضوع مباشرة. لا شك طبعا هذا هو التساؤل الأساسي، يعني هذا ليس ثالث عمل، أنا أعتقد أنها الرابع. لا أذكر إن كان هناك أيضا العملية القنصلية الإيطالية
نعم. التفجير في جانب القنصلية الإيطالية، فأعتقد أنهم 4 أعمال وليسوا 3 فقط. لا أقصد في هذا العام يعني التفجير على القنصلية قبل ذلك يعني. نعم. ربما أنا لا أذكر جيد التاريخ حقيقة، ولكن نفس هذه الأعمال تكررت في مدينة طرابلس. إلى الآن لم نشاهد أي تحقيق، أي نتائج للتحقيقات، وخصوصا العمليات متشابهة جدا، ولم نشاهد، لأن شيء مهم يعني منع هذه، يجب أن لا نكون منصفين. نعم. منع مثل هذه العمليات شبه مستحيل. نعم. العالم كله يضرب بأمثال هذه العمليات. نعم. وخصوصا من يقوم بها أناس يعني أفراد، من الصعب جدا منعهم، منعهم يكون عبر طريقة استخباراتية. لو كان فعلا تنظيم داعش فقط الأرض اللي كان يسيطر عليها، فالآن أصبح يقوم بهذه الأعمال اللي تسمى في الغرب الذئاب المنفردة. نعم. وهذه طبعا من شبه المستحيل منعها يعني. نعم. ولكن عن طريق الاستخبارات المفروض نبقى نعرفه من مول ومن وراء العمليات السابقة، وليس هذا فقط، بل هناك أهم من هذا بكثير. إلى الآن نحن لا نعلم شيئا عن داعش سرت، كيف وصلت داعش إلى سرت، من مولها، كيف من سمح لها بالاستقرار هناك، من كان وراءها، هذا كله إلى الآن لا أحد يعلم عنه شيئا. ولذلك أنا أحمل حقيقة الحكومة ووزاراتها وحتى قادة القوات البنيان المخصوص المسؤولية، لأننا نريد أن نعرف. أعتقد أنا من حق الليبيين ومن نعم. حق أسر الشهداء أن يعرفوا من وراء هذه العملية. نعم. هناك شيء آخر مهم أيضا. نعم. وهو أن كل ما تتحسن الأوضاع في طرابلس، ونشاهد يعني بعض التحسن، السياسات الاقتصادية الأخيرة على الأقل حسنت الأوضاع، نشاهد مثل هذه العمليات، وكأن وراءها يعني من لا يرغب في الاستقرار في طرابلس. نعم. طرابلس اللي تشمل اللي فيها حوالي ثلث ليبيا الآن. نعم. لا شك أن الأوضاع الأمنية في طرابلس مقبولة بالظروف السياسية الموجودة، الكل يعلم الوضع السياسي السيء الحقيقة اللي فيه البلاد. نعم. فأنا أعتقد أن الأوضاع الأمنية ليست في تلك السوء، بالعكس هي أمن من كثير من المدن في ليبيا. نعم. بل مقارنة حتى في أكثر من مدينة في العالم، ولكن تكرر هذه الأعمال خطير حقيقة، وخصوصا أن هناك عدد كبير من البعثات الأجنبية تحاول الرجوع إلى ليبيا. هذا يعني شيء مهم، المفروض أن تكون هناك شفافية. نعم. يعني المفروض من الحكومة وخصوصا السيد السراج بالذات، يعني الناس رئيس الحكومة المفروض يخرج علينا ويقولنا ماذا حدث، من نفذ العمليات السابقة ومن وراءها. نعم. لا نريد المزايدات السياسية بهذه الأعمال. نعم. الحقيقة فقط. ابقى معي سيد دكتور فؤاد. دكتور دردور فرج، دكتور فرج دردور، خرج علينا وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي المشترك سيد سيالة وقال بأن المشكلة هي في حظر الأسلحة، هل فعلا المشكلة في حظر الأسلحة؟ أول مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين أيضا. مرحبا بك. أنا لا أعتقد الذي أجاب إجابة واضحة وصريحة إلى حد كبير ومهنية هو السيد بشار، دعنا أن نكون أكثر موضوعية. هو قالها بكل صراحة، قال نفتقر إلى التدريب. إذا نحن مشكلتنا في التدريب، ما دام لا يوجد هناك تدريب فالأسلحة أعتقد ليس لا قيمة لها. أيضا أنا أعتقد أن المجتمع الدولي يدرك هذه الفرضية جيدا ويعلم أن هذه الأسلحة لو أنها وصلت إلى الشرطة في طرابلس مثلا لربما يعني تقع في أيدي آخرين، وهذا حصل في السابق. نعم. على فكرة. وبالتالي أنا أعتقد طلب الأسلحة دون أن يكون هناك تدريب كافي ودون أن يكون هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية أيضا، لأننا نحن سمعنا اليوم أيضا السيد وزير الداخلية يتحدث عن أن هناك عدم تنسيق وأنهم يسعون إلى إنشاء غرفة مشتركة بين هذه الأجهزة، إذن هذا افتقار آخر. نعم. وهذه إشكالية أخرى. نعم. يتحدث أيضا عن قصور عسكري، بمعنى القوات المسلحة الليبية سميها ما شاءت في الشرق والغرب لا تقوم بدورها، وهو حماية الحدود أو التمركز في المواقع التي يجب أن تكون فيها وهي خارج المدن. نعم. هناك فراغ إذن في هذا الموضوع. نعم. إذن نحن نتحدث عن إشكاليات كثيرة ليس السلاح. أيضا هناك إشكالية أخرى وهي طبيعة التنظيمات الإرهابية. نحن سمعنا على الأقل الأيام الماضية عن تقرير صدر عن الاستخبارات الأمريكية، وأنا أنقله حقيقة عن باحث أمريكي تحدث بهذا الموضوع. نعم. قال أن هناك يعني إعادة تموضع وانتشار كبير لبعض التنظيمات الإرهابية في منطقة الجنوب، يستفيدون من الانفلات الأمني ومن الانقسام السياسي وأيضا من طرق التهريب
التي توفر لهم المؤن، وبالتالي يعني هناك استعدادات طبعا الموجودين تنظيمات الإرهابية الذين فروا من سرت أو الذين يستفيدون من تجنيد بعض الأفارقة هم يعني حقيقة غير موجودين في لأجل مدينة يوباري، مدينة في الصحراء مثلا أو مدينة أخرى قطرون أو غيرها. نعم. هم موجودين هناك حقيقة للانقضاض على مناطق الشاطئ. نعم. المدن الساحلية. وبالتالي أنا أعتقد أن الإشكالية أكبر من هذه بكثير. نحن نحتاج أولا إلى معالجة سياسية ثم يتبعها طبعا يعني لملمة أمنية وأيضا توحيد عسكري يحمي الحدود، يهتم بالحدود ويترك المدن، لأن العسكريين حقيقة عملهم الأساسي هو حماية الحدود وليس التمركز في المدن مثل ما هو يحصل الآن. وبالتالي نحن الآن حقيقة نخلط السياسة بالأمن بالجيش يعني بكل شيء، وبالتالي فوضى مثل ما قال ما تفضل به السيد وزير الداخلية أيضا عندما قال نعيش فوضى أمنية. وأعتقد عندما يتحدث وزير داخلية بهذه اللغة ويصف الحال بفوضى أمنية أعتقد يعني الإجابة واضحة بهذا دكتور الموضوع. لكن هذا الاستنكار، هذا الكلام من وزير الداخلية، ألا هو نفسه يتطلب مننا أن نستنكر كلامه كما هو يستنكر هذا الوضع؟ نحن نستنكر كلامه، يعني هو وزير داخلية دكتور فرج وليس إنسان عادي، فهو كلامه الذي يجب أن يستنكر، أليس كذلك؟ هو لو كنت مكانه لن أقبل بوزير داخلية حقيقة، لأن وزير داخلية في دولة منقسمة أنا أعتقد يعني هي أصلا فيها إشكالية. أنت لا. الآن عندما تقول وزير داخلية، هل وزير الداخلية يستطيع أن ينفذ كلمته بعد سرت؟ يعني حقيقة أنت تحتاج عندما تتحدث عن دولة وزير داخلية يجب أن وزارة الداخلية تكون مسيطرة على الأقل شرطيا أو أمنيا على كل البلاد. نعم. والمعلومات تأتي من كل مكان، يعني طيب لا يستطيع. طيب ابقى معي دكتور، يتواصل مع المدن الأخرى غير طرابلس. ابقى معي دكتور فرج. عقيد عادل، الآن لعلك استمعت إلى ما قاله وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي، وذكر لنا الآن دكتور فرج بعض مما قاله. هو قال بأنه لا يوجد دعم مالي من قبل الحكومة لوزارة الداخلية، وقال بأنه نحن نفتقر للتدريب، وقال بأن لا يوجد هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية فيما بينه، وهناك قصور عسكري لا غير ذلك ما يقول. هل هذه الأعذار التي ساقها وزير الداخلية مقبولة برأيك؟ نعم، تحية طيبة لك دكتور وكذلك ضيوفك الكرام والمشاهدين. نعم. بالتأكيد هذه الأعذار غير مقبولة من وزير الداخلية، نظرا أن هو عندما استلم زمام وزارة الداخلية كان يعلم جيدا بمواطن الضعف داخل وزارة الداخلية. ولكن أيضا لا نستطيع أن ننكر الخطوات الإيجابية التي قام بها وزير الداخلية بعد أن استلم مهامه بإصدار بعض القرارات، وهي قرارات حقيقة نراها جيدة بخصوص تغيير بعض القيادات، بخصوص تحديد الصلاحيات بالنسبة للعناصر، معاقبة من يتجاوز. ولكن في ظل الوضع الأمني الذي تمر به ليبيا وحالة الانقسام وعدم وجود جسم سياسي واحد أي حكومة واحدة، حقيقة هذا يعني أراه يعني صعب على أي وزير داخلية أن يعني يحقق الأمن والاستقرار. ولكن أيضا لا أستطيع أن أغض الطرف على عامل مهم جدا. الآن هنالك حكومة وهنالك جسم رئاسي معترف به دوليا ومدعوم دوليا وتحت تصرفه قوة عسكرية سواء كانت نظامية أو أمنية من وزارة الداخلية من النظاميين أو التشكيلات المسلحة الموجودة والتي لديها غطاء شرعي من وزارة الداخلية ورئاسة الأركان. فأتصور أن هذه الذرائع التي ساطها السيد وزير الداخلية لا يعتد بها، وأنا أعتبر تصريحه اليوم مردود عليه، لأنه كان عليه أن يتجه إلى يعني تفعيل العناصر الأمنية النظامية من وزارة الداخلية، من الاستخبارات الداخلية ما تسمى الأمن الداخلي سابقا، كذلك الاستخبارات الخارجية الأمن الخارجي سابقا. نعم. هذه الأجهزة الهامة كان على وزير الداخلية أن وأيضا رئيس الاستخبارات أن يتم تفعيل هذه العناصر
للإتيان بالمعلومة، وأيضا محاولة الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية. ولكن تصريحه أيضا بخصوص أنه العناصر ينقصها تدريب وتأهيل، هذه حقيقة نحن أشرنا إليها في السابق كثيرا وعدة مرات، وحددنا مواطن هذا الخلل ولم نرى أي خطوات بهذا الشأن، يعني محاولة معالجة هذا الملف في داخل وزارة الداخلية في ظل وجود ما لا يقل عن 350 ألف عنصر شرطي. وهذه الثقافة التي ورثناها من حقبة القذافي القبضة الأمنية، وأصبح الشباب يتجهون إلى أسهل الطرق، نقول أسهل الطرق، وهي الأجهزة الأمنية والعسكرية أو المؤسسة العسكرية، وهي يرون إن هي أسهل الطرق. ولكن حقيقة الأمر الدولة تحتاج إلى نهضة اقتصادية وإبعاد الشباب عن هذه المؤسسات. نعم. دكتور فؤاد، الآن ما قاله وزير الداخلية، يعني نفتقر للتدريب، نفتقر للتنسيق بين الجهات الأمنية، نفتقر إلى أو هناك قصور عسكري لا يعني من الذي يمنع كل هذه الأمور؟ من الذي يمنع التدريب؟ من الذي يمنع التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية المختلفة؟ من المستفيد من حالة الفوضى التي تحدث عنها وزير الداخلية؟ هو أنا أؤكد ما قاله دكتور فرج، أن فعلا اليوم وزير الداخلية هو من تكلم بكل صراحة حقيقة. لا نستطيع أن نلوم كثيرا وزير الداخلية، حتى تقلد منصبه منذ شهرين فقط في ظروف الكل يعلم صعوبتها. لا أريد أن أتكلم عن الانقسام السياسي، ربما نخلوه في الأخير. ولكن نتكلم عن المشكلة، لأن اليوم السيد فتحي بشار كان صريح إلى حد ما وقال الترتيبات الأمنية لم تبدأ. الكل شهد تشكيل قوة حماية طرابلس المدة الفائتة اللي فاتت، وقوة حماية طرابلس حقيقة يعني كانت في تساؤلات كبيرة عليها، يعني كيف قوات تتبع لوزارة الداخلية تشكل قوة بعيدا عن وزارة الداخلية. الواضح أن هناك كنا نشكك في هذا الأمر، ولكن الآن اليوم السيد وزير الداخلية أصبح واضح، يعني هناك مشكل بين وزارة الداخلية المفروض أنها تمثل الدولة والكتائب الأمنية الموجودة في طرابلس. إنها لا تأتمر بأمره لما يتكلم إنها ما عندها سلاح على الوزارة، بينما القوات اللي هي نظريا تتبع وزارة الداخلية عندها كل هذه الأسلحة، فهناك مشكل. وعلى العموم كانت في صحف أجنبية الأسبوع الماضي كتبت، صحف إنجليزية تحديدا، أتت بصور للقوات اللي هي المفروض أنها تكون تابعة للداخلية، وقالوا لا يغركم المظهر. صحيح أنها تلبس في لبس شرطة وتضع العلامات والرتب، ولكنها ميليشيات لا تتبع أي وزارة. هذه الحقيقة في طرابلس. الترتيبات الأمنية يعني نشأت بعد المشكلة اللي صار والقتال اللي صار في جنوب طرابلس، على أساس أن هذه القوات تنضم فعليا إلى القوة، إلى وزارة الداخلية. الكل يعلم أهل طرابلس لا يريدون أي هجوم عليها من الخارج، ولكن في نفس الوقت لا يريدون استمرار هذا الوضع. الآن المشكل بين وزير الداخلية وبين هذه الكتائب، استمرار الوضع بهذه الطريقة طبعا يعني أن هناك عمليات قادمة. يعني الآن عندنا مشكلتين، عندنا مشكل اللي هو أن فيه عمليات سابقة ولم يخرج تحقيق عليها، لأن بعض الجهات تحاول استغلال هذه العمليات لمكاسب سياسية. والمشكل الآخر أن هناك كتائب يعني لا تنطوي حقيقة تحت وزارة الداخلية إلا بالاسم، ولا تريد أن تنطوي لخلافات فيما بينها أو خلافات بينها وبين السيد الوزير، وهذه مشكل كبير يعني. هذا مشكل كبير، مش مشكل بهذه البساطة. ربما نحتاج لوقت طبعا حتى يستطيع وزير الداخلية أن يقوم بعمله. العملية هذه قد تكون نقطة فارقة يعني في التحول. إحنا مش معقولة يعني لازم تصير حرب باش نقولوا ترتيبات أمنية، بعدين يصير تفجير إرهابي باش نقولوا والله لازم ينضموا إلى وزارة الداخلية. نقول يفهم الجميع أن استمرار الوضع بهذه الطريقة مستحيل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أريد أن أعلق اللي قاله وزير الخارجية، الحقيقة أنا لقيتها غريب جدا. داعش الآن لا تملك أرض، يعني إحنا مش محتاجين لأسلحة باش نحاربوها زي ما كانت عملية البنية المرصوص اللي هي في الحقيقة حاربت داعش في سرت بالأسلحة القديمة اللي غنموها من 2011. المشكل في الحقيقة هو في الحكومة، وأنا هنا أقتبس كلام سفير دولة عظمى في ليبيا، قال أن الحكومة يجب أن تفهم أنها ليست منظمة مجتمع مدني،
تفي بإصدار البيانات، الحكومة عليها عمل. أنا أتحدث الآن عن الحديث بين السفراء وبين الدبلوماسيين الغربيين، وهذا واضح يعني في الغرب. الحقيقة هناك امتعاض من مدة طويلة من من الحكومة بسبب عدم أدائها عملها. المشكل المفروض يفهمه وزير الخارجية أن ما فيش تراتبية للقوات الأمنية. يعني أنت الآن بعد حوالي 3 سنوات من الانتخابات لم تشكل حرس رئاسي، رغم أن قوات الجيش أكثرها الموجود في المنطقة الغربية بغض النظر على المعرقلين في خارج المنطقة الغربية والجنوبية. لم تنظم الجيش، لم تستمع إلى ضباط الجيش، لم تشكل حرس رئاسي، ليس هناك أي تراتبية للقوى الأمنية. فأنت لما تجي طالب، صحيح أنا لا أقول أن المجتمع الدولي غير مقصر، بل هو مقصر ومقصر جدا، ولكن في نفس الوقت المفروض تبدأ أنت. إذا أنت ما قمتش باللي عليك، هل تعتقد أن الغرب يعني سيقوم بذلك بالنيابة عنك؟ لا، طيب. هناك شيء مهم. الأمن بالنسبة للغرب شيء أساسي. مش هيعطوك سلاح وهم يعرفوا أن السلاح هدايا ماشي في الحقيقة للميليشيات. يعني أنت ممكن تتكلم في ليبيا في طرابلس تقول والله هذه قوة أمنية، ولكن المخابرات الغربية والدول الغربية بالذات يعني بصفة عامة تعرف جيدا شكون هو الموجود على الأرض. هي لم تخاطر بإعطائك سلاح مش لقوة مرتبة تتبع فيها تراتبية أمنية. فالمشكل عندك أنت، مش المشكل عند الغرب، وإن كان الغرب مقصر هذا ممكن نقشوه فيما بعد. لأن الغرب يتحمل أيضا جزء كبير جدا من مسؤولية الأوضاع الكارثية. طيب ابقى معي دكتور فؤاد. دكتور فرج، يعني البعض هناك يعني بعض الكتابات تقول بأن أمثال هذه العمليات هي في الحقيقة للتغطية على عمليات الفساد في المؤسسات، مؤسسات الدولة يعني، ويلصقونها بداعش وبغير داعش. والدليل من كتب هذا الأمر يقول بأن التحقيقات لا تستمر بعد ضجة الأحداث الماضية وربما حتى هذا الحدث. هل أنت مع مثل هذه يعني التكهنات؟ هو في الحقيقة إذا أردنا نتحدث بمنهج علمي، هو يجب أنك أنت تضع كل الفرضيات الضعيفة والقوية والمتوسطة، تضعها جميعها قيد البحث. يعني بعيدا عن نظرية المؤامرة والتوظيف السياسي، عندما يتحدث أشخاص بهذا اللغة وبهذا المعنى حقيقة يجب ألا يهمل. أي بمعنى أننا جميعا حقيقة مثل هذه الحديث مهما كان المقصود منها يجب أن تضع على قيد البحث. بمعنى لا يمكن الحديث عن الجزم بأي، لأن لربما يكون هذا الوضع، يعني ربما يكون هناك من يريد أن يستغل منهج وطريقة داعش في تمرير بعض الأمور. وهناك حقيقة كثير من الشامتين تكلموا على أن يعني الاستقرار في طرابلس ولا يريدون الأمن والاستقرار، مثل ما تفضل بالدكتور فؤاد في البداية. أعتقد يعني هذا كله يجب أن يكون مطروح. نحن لا نقدم تهم هنا، ولكن حقيقة أي شكوك أو أي فرضية لابد أن تضع قيد البحث وتدرس دراسة جيدة وتستبعد إذا كان هناك تحقيق صحيح وتحقيق صحيح. لكن أنا أعتقد لغاية الآن ليس لدينا الإمكانية، وليس إهمال، وحقيقة ليس إهمال، ولكن أنا أعتقد أن المؤسسات الدولة منهارة. يعني لا يوجد فيها، لا تستطيع أن تتحصل على المعلومة، ولا حتى في أحد يعني تستطيع أن تجبر بحكم قضائي أو بأمر نيابة أن يعطيك حتى معلومة. وبالتالي أنا أعتقد مثل هذه التحقيقات الصادقة والتحقيقات الجدية والتحقيقات الفعالة تحتاج إلى عملية انضباطية في المؤسسات الأمنية، وأيضا إلى تطبيق القانون أيضا، لأن حتى إخفاء المعلومة أنها نفسها يتعرض صاحبها إلى يعني هذا كله غير موجود، هذا كله غير موجود. وبالتالي أنت لا تتحصل على معلومة صادقة، ولا أصلا يعني لديك القدرة على جمعها، ولا ليس لك الإمكانيات والآلات والمعدات الحديثة التي تستطيع أن تظهر هذا. وكل الأمر يبقى في إطار التكهنات وبهذا الشكل، ولهذا لا تجد تحقيق جدي وتضيع الأمور بهذا. إذا نحن حقيقة مسيرتنا مشكلتنا يعني لسنا دولة قائمة، لدينا مؤسسات يعني تعمل بكفاءة وتدريب راقي حتى نتحدث عن أشياء لا يمكن تحقيقها في على الأقل بهذا الدكتور. ما نحتاجه حقيقة. وللأسف الشديد سمعت بدري لواحد أحد المجلس وأعضاء مجلس النواب، وللأسف عضو مجلس النواب يتحدث بهذه اللغة عبر قناة فضائية، يقول والله الله يعينكم يا أهل طرابلس، نحن هنا عندنا في الشرق الأمور تمام والأمن مستقر. يعني هذا حقيقة
الحقيقه لما تكون هذه العقليه موجوده نعم. في عضو مجلس سناتي ذاك لاحقا دكتور فرج استاذنك نعم سناتي ذاك لاحقا استاذنك دكتور فرج واستاذن بقيه الضيوف واستاذنكم ايها الافاضل في الخروج الى فاصل ومن بعده نواصل ان شاء الله. نموت اغتيالا مرة بعد مرتي، نموت اغتيالا مرة بعد مرتي، وأرواحنا نحو السماء تعلتي. فدا ليبيا طابت بحب نفوسنا، وعنا بلاد الطيبين تخلتي. فحتى متى تبكي علينا سماؤنا وتندبنا أرض وبالدمع بلتي؟ وجافى حمانا للحضارة موكب، وعنا زهور الحب قهرا تسلتي. وأعوامنا البيضاء تجري خلافنا، ونحسبها من عمشنا قد أهلتي. ألا رحم الرحمن، ألا رحم الرحمن أرواح من قضوا بظلم، وأرواح الطغاة استذلتي. غدا غدا بيننا رب سيقضي بعدله، فروح إلى نار وروح لجنتي. مرحبا بكم مرة أخرى. عقيد عادل، الترتيبات الأمنية في طرابلس ألا يجب أن تشترك فيها قوات البنيان المرصوص وخاصة قوة مكافحة الإرهاب التي نجحت نجاحا باهرا في تأمين مدينة سرت بعد تحريرها من الدواعش؟ أم إن الأمر يختلف بين الأمور الأمنية في داخل مدينة مكتظة مثل طرابلس، يعني بخلاف ساحة مفتوحة أو مدينة صغيرة مثل سرت؟ نعم، بداية أحب أن أعرج على نقطة هامة. في السابق قلنا أن الترتيبات الأمنية ومكافحة الإرهاب لابد أن تسير في مسار أمني وعسكري. نعم. بأن يتم إنشاء دوائر أمنية وعسكرية من داخل المدن إلى الحدود، وصولا إلى الحدود. عندما يضع رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى يضع خطة أمنية ويصرح المجتمع بالعوائق، هنا سيكون حقيقة أشرك الكل في أي تداعيات تحدث. أما بخصوص سؤالك، نعم أقول بالنسبة لقوات البنيان المرصوص الآن هي من تتولى حماية مدينة سرت من خلال خطة أمنية تعمل على مدار الساعة. هنالك فرق استطلاع وتمركزات سواء ثابتة أو متحركة، أيضا فرق استطلاع في محيط مدينة سرت. حقيقة هذا هو ما ساهم في استقرار الأوضاع في مدينة سرت، وبدأت الحياة المدنية والعائلات تعود إلى مدينة سرت. وفي ظل حقيقة المقارنة ما بين مدينة سرت ومدينة طرابلس تعتبر يعني غير منصفة. مدينة سرت تعتبر أقل كثافة سكانية، أقل رقعة جغرافية من مدينة طرابلس. مدينة طرابلس بها حقيقة مساحتها جغرافية أكبر، أيضا الأحياء السكنية بها أكبر، مداخلها كثيرة جدا. ولكن في ظل وجود الأعداد الهائلة من الفرق الأمنية أو المنتسبين إلى وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية ووجود الإدارات الأمنية الهامة والحساسة داخل مدينة طرابلس، ومع ذلك يتم الاختراق الأمني. حدث في المفوضية العليا للانتخابات، حدث في المؤسسة الليبية للنفط، حدث الآن في وزارة الخارجية. لم نتعلم من التجارب السابقة، لم نتخذ الدرس أو نتعلم الدرس من التجارب السابقة. نقاط الضعف عندما أقارن ما بين موقع وزارة الخارجية ومؤسسة الليبية للنفط والمفوضية العليا للانتخابات، هذه في مناطق تعتبر متواجد بها كثافة أمنية، ومع ذلك استطاعت هذه العناصر الاختراق. الاختراق يدل على شيء، على خلل أمني كبير يأتي. نعم. هذه العناصر لا تقوم بالعمل جزافا، هذه العناصر ترصد الهدف، وما الغاية من هذا الهدف؟
ثم من خلال عملية الرصد تحديد الوقت والزمان وأيضا مراقبة الخلل أو إيجاد الخلل الأمني ثم توجيه الضربة، نجد أن الهجوم الذي نفذ في مؤسسة ليبيا النفط كان صباحا وإن كان في الساعات الأولى من الصباح، أيضا في وزارة الخارجية كان في الساعات الأولى من الصباح، كذلك المفوضية العليا للانتخابات في 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 فترة الصباحية. فهنا كان يجب استدراك هذا الخلل الأمني أو هذا الخطأ الأمني ويتم معالجته حتى لا يتكرر هذا الخطأ أو هذا الخلل الأمني، ومع ذلك لا نجد قيادات عسكرية أو أمنية تعمل على هذا الملف. أيضا عدم وجود خطة استراتيجية لمكافحة الإرهاب من قبل السيد فايز سراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وهو في ظل وجود أسطول من المستشارين العسكريين والأمنيين، على العكس هو اتجه إلى أمور أخرى حقيقة نراها هي بعيدة عن الواقع كثيرا. كان الأجدر وضع خطة لمكافحة الإرهاب في ظل وجود مساندة دولية، في ظل وجود كثافة أمنية، في ظل وجود السيطرة المصرفية أو السيطرة المادية، أي بمعنى وجود المورد الرئيسي الذي يدعم عملياته أو عمل هذه الأجهزة. وزير الداخلية حقيقة لم يتجه إلى معالجة الخلل الموجود داخل وزارة الداخلية بتفعيل وترقية إمكانيات العناصر الأمنية، كذلك سلب صلاحيات وعدم تكليف وزير الدفاع أيضا هذا خلل كبير جدا. طيب. لأن هنالك مهام على عاتق وزير الدفاع وهي التواصل مع دول الجوار حتى يكون هنالك تعاون بخصوص الحدود، سواء بمنع تدفق الهجرة غير الشرعية التي أصبحت المورد الرئيسي لتغذية داعش داخل الأراضي. ابقى معي يا عقيد عادل. ينضم إلي الآن السيد علي اللافي الإعلامي التونسي المهتم بالشأن الأفريقي والليبي. سيد علي، بعد الترحيب بك، برأيك من هو المستفيد في المشهد السياسي من وراء التفجير الذي حدث اليوم في وزارة الخارجية الليبية؟ طبعا هو هذا التفجير جاء في ظرفية سياسية معينة. من المعروف أن الإرهاب في ليبيا هو إرهاب خارجي قبل أن يكون داخليا. صحيح أنه في ليبيا هناك معناها ظروف موضوعية قد تدفع البعض إلى الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية والالتحاق بها، ولكن من المعروف أن الإحصائيات تتحدث على أنه الليبيين أقل من 10% في التنظيمات الإرهابية من حيث عدد العناصر. معروف أيضا أن داعش ليبيا لم يترأس أي شخص ليبي. إذن لكن الظرفية السياسية التي وقعت في هذه العملية، أولا هناك حديث دائما في المدة الأخيرة عن دخول مدينة طرابلس من طرف قوات قائد الكرامة خليفة حفتر. وبالتالي هناك إشارة غير مباشرة أن الظرفية قد معناها أن هناك مشكلة الآن، أن بنغازي تتجه إلى الأمل وأن طرابلس معناها ليس فيها انسهاما. الظرفية الثانية هي ظرفية ما وقع في سرت في صيف 2016، لأن داعش عندما خاضت المعركة مع البنيان المرصوص انقسمت إلى ثلاثة أطراف. طرف قاتل حتى الموت، طرف غادر في اتجاه الصحراء لتوفير بيئة لاحقا لتوطين من داعش في الجنوب الليبي، والثلث الآخر هو الذي اتجه إلى الجهة الغربية، بما يعني أصبح في شكل خلايا نائمة. الظرفية الثالثة أن نحن الآن نتجه إلى المؤتمر الوطني الجامع، بما يعني توازن الضعف أو توازن القوى بين المكونات المحلية والإقليمية والدولية تتجه إلى فرض عملية سياسية. وبالتالي داعش لماذا صنع؟ صنع للإرباك. وبالتالي إرباك العملية السياسية وإرباك التوافق بين الليبيين، نحن على أبواب المؤتمر الجامع، لأنه المؤتمر الجامع سيعقد في آخر فيبري. وبالتالي هناك إرادة لإفشال المسار السياسي. لكن بالمقابل سيد علي، هناك من يتهم الجهات الأمنية بتعليق فشلها في المحافظة على أمن طرابلس على شماعة داعش وشماعة الجماعات الإرهابية، هل أنت مع هذا الرأي؟ نعم، هو هناك فشل، لكن هو الفشل تسرب منه داعش. هو متى يتسرب العدو؟ الحصون يا سيدي لا تدك إلا من داخلها. الحصون تاريخيا وحتى فلسفيا وفي قراءة التاريخ وفي حركة التاريخ كما يقول أنور جندي لا تدك إلا من داخلها. هناك
عمليا صراع امني غير معلن بين نجاح وزير الداخليه في فرض الانضباط وصرف انه تصبح هناك وزاره داخليه هيكليا وعمليا يشرف عليها وزير وقرار سيادي، وما بين ميليشيات معناها اقرب للتيار المدخلي معناها اقرب معناها لمحور اقليمي معروف تريد ان تفشل وزير الداخليه وان لا يتم ترتيب الامن. بالتالي القوى التي كانت تقف سابقا وراء تصنيع الجهاديين والمنها الارهابيين من داعش ومن غير داعش هي الان نفسها تساند تيار معروف معناها يريد ان يسيطر على المؤسسات الامنيه في وزارتي العدل ووزاره الداخليه الليبيه. وبالتالي ما العمليه الارهابيه صحيح هي عمليه ارهابيه في ابعادها الظاهره، ولكنها عمليا تريد التموقع سياسيا بين الاطراف المحليه وما بين انتصار نحو الاقليمي وما بين فرض وصايه دوليه على ليبيا حتى تنهب ثرواتها وحتى تكون ممر يسير نحو العمق الافريقي مستقبلا. اشكرك شكرا جزيلا سيد علي اللافي الاعلامي التونسي المهتم بالشان الافريقي والليبي. اعود اليك دكتور فؤاد. انصار حفتر اليوم حاولوا استغلال الحدث واشاروا الى ان قواتهم او ان قواتهم قوات نظاميه تحارب الارهاب. كيف تعلق على هذا الكلام في ظل الوضع الأمني المزري الذي تعيشه بنغازي، وقد سمعنا بأن هناك إجراءات أمنية الآن مشددة قامت بها وزارة الداخلية في حكومة إثني؟ هو أنت سألت السؤال وأجبت عليه. الوضع المزري في بنغازي حقيقة يعني هو حتى كلمة المزري ممكن لا تصف الحقيقة اللي صايرة في بنغازي. في بنغازي فوضى أمنية بكل معنى الكلمة، حتى التفجيرات اللي حصلت هناك اللي لا أحد يعلم من وراءها، لأنها الاغتيالات فيها كانت في اشخاص يعني سياسيين حطوها في طبعا زي العاده المتهم الاول هو الارهاب اللي ما فيش حد يعرف من هو خصوصا بالشرق، ولكن هذا هو الرد يعني. وبعدين شوف الجيش مش مهمته حمايه المدن، هذه اول شيء يعني. احنا ما شفناش مثلا في فرنسا لما تجي عمليه ارهابيه يقولوا والله خلاص احنا يجب ان نحو الحكم المدني ونجيب القوات العسكريه تحكم، او بعد 11/9 في الولايات المتحده هذا كلام فارغ. للأسف الشديد المزعج في الموضوع مش هذا، المزعج في الموضوع هو لهجة الشماتة اللي سمعناها منهم، وبعدين طرابلس حقيقة يعني يجب أن نعترف بغض النظر أن فعلا هناك فيها أمن. المدينة فيها حوالي من ثلث إلى نصف السكان يعني الآن. الإحصائيات تتكلم عن ليبيا فيها مش أقل من 2 مليون من السكان. معظم اللاجئين، معظم المهجرين، معظم حتى اللي تركوا مناطقهم بسبب انعدام الأمن جاءوا إلى طرابلس. ورغم ذلك فالوضع الأمني إلى حد كبير جدا مستقر يعني في مدينة في هذه الظروف. الآن احنا ممكن نتكلم على موضوع آخر، لموضوع ما يسمى بالانقسام السياسي، يعني ما نحبش العبارة هذه. هناك جهة معروفة يعرفها كل الليبيين وإن كانوا يعني لا يريدون أن يتحدثوا عن المشكلة، لا تريد أي مستقبل لليبيا إلا إذا كانت هي على رأس السلطة. يعني مثال خلينا من الأمن، الإصلاحات الاقتصادية، تحاول الحكومة في طرابلس أن تقوم بإصلاحات اقتصادية، تأتي الحكومة الموازية في المنطقة الشرقية وإما تستورد عملة من الشرق أو أنها تأخذ الأموال اللي توصل للمصارف وتدخل ليبيا في مشكل جديد. المشكل الأمني وهذا نشاهده. هناك جهة لا تريد أن تعترف بالدولة ولا تريد لمدنية الدولة، هذه الجهة كيف يمكن التعامل معها؟ هذا هو السؤال الحقيقي المفروض يسألون الليبيين. إلى متى ينتظر أهالي المناطق اللي هي تحت الحكم المدني أن المناطق اللي تحت الحكم العسكري تفهم معهم؟ ما فيش حل، لا يوجد حل سحري لهذه المناطق. هذه مناطق تحت حكم عسكري. أنا اليوم قلت شيء ممكن ما يعرفوش الكثير، قائد العملية العسكرية في المنطقة الشرقية قالها للطليان بكل صراحة، أنا أريد أن أكون القائد العام للقوات المسلحة، وإذا وصلت إلى هذا المنصب في المنطقة الغربية في ليبيا أنا مستعد أني أنحي حكومة إثني في أقل من 24 ساعة. يعني كل ما نشوفه في هذا عبارة عن ديكور باعترافه هو، وهذا قالها للطليان مباشرة. فالأمر واضح. خلونا الآن لماذا لا تحاول الدولة الموجودة في طرابلس أنها تكتفي باللي عندها وأنها تسعى فعلا إلى أنها تأسس دولة ولتترك المعرقلين بعيدا إلى أن يعني يفهموا أنه لا ما فيش حل وأنه لابد أن يرجعوا إلى الدولة. يعني أنا أعتقد أن قرارات مجلس الأمن كانت تتكلم عن المعرقلين والمعرقلين الصخيرات وغيرها، يجب أن تطبق هذه هذه القرارات بدلا من اعتبار المعرقلين كطرف سياسي
ويتم التنازل والتفاوض معهم، هذا يعني لن نوصل إلى حل. يعني العراق قدامنا، العراق له 15 سنة في انقسام سياسي، وهذا الانقسام السياسي نتائجه واضحة. فالفكرة هنا هي هذه. الموضوع الشيء الآخر مهم جدا وللأسف لا أحد يتحدث عليه، اللي هو الجنوب. أنا اليوم بدأت في قراءة تقرير، في الحقيقة لم أكمله، تقرير غربي أيضا يتحدث عن تجارة الكوكايين في جنوب في أفريقيا، في دول الساحل، مالي تحديدا، وأن المكاسب هذه التجارة أصبحت كبيرة جدا. أنا لم أقرأ كما قلت لك التقرير، لم أستطع أن أكمله الآن، ولكن على ما يبدو أن خطوط تجارة الكوكايين بدأت من أمريكا اللاتينية تذهب إلى دول الساحل الأفريقية، ومن دول الساحل الأفريقية تتجه إلى أوروبا. طبعا لا يعني بدون ما نكمل حتى قراءة التقرير، معروف منين تطلع هذه من الدولة اللي هي أمنيا مهزوزة، سيطرة على مهزوزة. وهذا موضوع خطير جدا، لأن الأموال، كاتب التقرير يتكلم على أن الأموال هائلة. يعني أنت تتكلم عن تجارة كوكايين لقارة اللي هي قارة يعني أكثر من أموال النفط. فالموضوع خطير وخطير جدا. فتصبح هناك تشكيلات داخل ليبيا عندها 100 أموال، الدولة لن تستطيع أن تقاتلها. الموضوع مش بهذه البساطة للأسف الشديد. يعني الخلاف السياسي، الدولة يجب أن تفرض وجودها بالقوة. ما يحدث في الجنوب يجب أن ينتهي، يجب أن تقوم حكومة طرابلس بإنهاء الفوضى في الجنوب، وإلا ستضيع كل الدولة. طيب، هذه هي الرسالة المفروض يفهمها السياسيين الموجودين بغض النظر عن انتمائهم السياسي. سيد دكتور فرج، ما مدى تماهي عمليات داعش مع عمليات مجرم الحرب حفتر، خاصة أن هذا التفجير الذي حدث اليوم في طرابلس سبقه تصريح لخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، يقول فيه أن حفتر لا يستطيع أن يسيطر على أي نقطة في المنطقة الغربية؟ لا، هو حقيقة أنا لا أستطيع يعني أن أرمي التهم هكذا جزافا يعني. لكن أنا أقول لك فعلا هو السيد خليفة حفتر يحاول منذ فترة أن يسيطر على كامل البلاد بقوة السلاح. على الرغم من أن كل النصائح حقيقة اللي كنا نقول فيها نحن أو حتى المجتمع الدولي نقول أن ليبيا لا يمكن أن يسيطر فيها أي طرف على الآخر، لأن الخلاف ليبي ليبي. بغض النظر عن أن هناك تغذية من الخارج، لكن في نهاية المطاف الخلاف هو بين الليبيين، ولهذا لا يمكن حقيقة يكون الصراع صراع وجود. أي بمعنى عندما تكون أنت موجود للآخر لازم يكون خارج البلاد، أعتقد هذا ليس حلا حتى وإن كان. إذن لابد نحتاج إلى توافق ونحتاج إلى اتفاق سياسي حتى من غير الصخرات على فكرة. يعني أي اتفاق بين الليبيين يوحد الكلمة، ويظل بعدين التنافس بين مشاريع عن طريق صناديق الاقتراع، والأفراد لا يكون لهم أي قيمة إلا من خلال عمل الجماعة في مشروع، هذا هو العمل الصحيح. أما مسألة ما يحدث اليوم حقيقة هو فوضى سياسية وفوضى عسكرية وفوضى أمنية، ولا أعتقد، لأن الجميع يريد أن يحقق مكاسب بطريقة أخرى، ولو بالتعاون مع أي طرف داعش من غير هذا كلام موجود يعني غير منفي. ولكن في نفس الوقت طبعا نستطيع أن يعني ننسب أحداث معينة، حدث معين بدون يعني دليل لأي جهة ما. طيب، تفضل. أنا كنت أريد أسألك تفضل. لما تفضل به الدكتور محمد فؤاد حقيقة وأشار نقطة مهمة جدا، وهو قال لما أقرأ التقرير حقيقة موجود، صحيح هذا التقرير قرأته من فترة يعني موجود، نشرته صحيفة بزغفاسيور الفرنسية، ويتحدث عن تجارة مخدرات طبعا كوكايين وغير كوكايين من أمريكا اللاتينية عبر السنغال، ثم عبر شمال الدول مالي والنيجر والتشاد، وعبر جنوب ليبيا إلى البحر المتوسط. ووصف هذا الخط بأنه أكبر خط عالمي صار لتجارة المخدرات ونقل المخدرات. وحتى كانت هناك حقيقة حملة في الصحف الغربية بأن ليبيا صارت تشكل خطر في هذا الموضوع، وفي كثير من الناس لم ينتبهوا لهذه القصة. أيضا هذا يتمول منه طبعا التمويل داعش وغير داعش على فكرة، كل التنظيمات والسلاح، هناك كثير من التنظيمات التي يعني تتمول من هذا الخط التجارة المخدرات. وبالتالي هذه نقطة أيضا خطيرة حقيقة ذكرنا بها الدكتور فؤاد محمد فؤاد، يعني هذه واحدة من الأشياء، وقد تسبب يعني أنا أؤكد لك لولا المعاناة الاقتصادية اللي يعالجها الغرب، وأمريكا لم تعد تدعم بالأموال بالشكل الكافي للناتو، وإنما يتحدثون دائما عن عدم قدرتهم للتدخل المباشر في ليبيا بسبب
صعوبات اقتصادية يعانون منها، أن أؤكد لك هذا يعني الأمر قد يشكل خطورة على استقلال ليبيا بشكل كامل. وبالتالي أنا أعتقد يجب على الآن على الليبيين أن يلتفوا وينظروا بأن مستقبل بلدهم سوف يكون على المحك إذا يعني استمر هذا الوضع مثل ما هو عليه. نعم. عقيد عادل، في نهاية هذا اللقاء، ما هو المطلوب برأيك من الحكومة حتى لا تتكرر مثل هذه الهجمات الإرهابية التي شهدناها اليوم وقبل اليوم في هذا العام؟ سؤال مهم جدا فعلا يا دكتور. دعونا نكون واقعيين الآن. لدينا مدينة أهلة بالسكان، هنالك خلايا نائمة، لابد أن يتم الضغط على العناصر الأمنية سواء كان في الاستخبارات، في الأمن الداخلي، ما يسمى الأمن الداخلي سابقا وزارة الداخلية، أن يكون هنالك عمل مهني وحرفي الوصول إلى وتحديد هذه العناصر أو من خلال التحقيقات. طبعا وزير الداخلية صرح أن هذه العناصر ذو بشرة سوداء داكنة، أي بمعنى إشارة أنهم غير ليبيين. أيضا حقيقة ظاهرة انتشار الأفارقة في مدينة طرابلس أصبحت باينة يعني للعيان بأعداد كبيرة جدا. هؤلاء حقيقة هل هنالك يعني تتبع أو رصد لهذه العناصر، متابعتهم، هل لديهم توجهات غير؟ حقيقة هذا الملف لابد أن يفتح بقوة. بالنسبة للاستفادة من الدروس السابقة من خلال العملية التي أقيمت نفذت في مؤسسة ليبيا للنفط، وكذلك الآن وزارة الخارجية وسبقها المفوضية العليا للانتخابات، وجود نقاط أو مواضع الخلل للأفراد الأمن والحراسة، التكثيف من الدوائر الأمنية بدءا من العاصمة طرابلس وصولا إلى الجنوب، أيضا بالنسبة ما يقوم به في منطقة السدادة، هذا حقيقة لابد أن يكون هنالك وقفة جادة من المجلس الرئاسي لما لديه من صلاحيات واعتراف دولي، وكذلك بعثة الأمم المتحدة، أن يكون هنالك بيان واضح وموقف واضح، لأن هذا الإرباك الذي يقوم به في منطقة السدادة له تداعيات حقيقة على الوضع الأمني هنا، لأن هذا التنظيم عادة ما ينفذ عملياته عندما يحدث خلل أمني، اشتباكات واسعة، توتر عسكري، فلذلك لابد من الحد من هذه العمليات، الاستعانة بخبرة البنيان المرصوص في حفظ أمن مدينة سرك. أيضا حقيقة أريد أن أوجه كلمة إلى المجلس الرئاسي، عليهم أن يصرفوا مرتبات عناصر وأفراد البنيان المرصوص الذين لديهم عام لم يتقضوا مرتباتهم. لا يتم توظيفهم سياسيا لمصالحهم السياسية، إظهار أن لديهم قوة تكافح الإرهاب وهم لا يقدمون لها الدعم ولا حتى الاهتمام بها. عملية جلب الأسلحة والآن المنادات من خلال وزير الخارجية للأسلحة، ما هي نوع الأسلحة؟ ما هي القوة التي يراد تسليحها؟ هذه نقاط لابد أن يكون هنالك إجابة واضحة وشفافة بخصوصها. نحن نحتاج إلى أجهزة رصد للمفخخات في هذه المرحلة. وعملية الأسلحة هذه عندما أنت تفعل المؤسسة العسكرية، لأن المؤسسة العسكرية هي التي تحتاج إلى هذه الأسلحة وليس الأجهزة الأمنية، لأن الأجهزة الأمنية لديها متفجرات ولديها مدافع ولديها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، لا تمتلك الوحدات العسكرية ولا حتى السلاح الجوي يمتلك أجهزة متطورة أو طائرات متطورة. أشكرك عقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معي عبر الهاتف، والشكر كذلك للدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي والدكتور فرج دردور المحلل السياسي، والشكر كذلك للسيد علي اللافي الإعلامي التونسي المهتم بالشأن الليبي والأفريقي، وشكر موصول إليكم أيها الأفاضل، وحتى نلتقي في تغطية أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.